وينضم إلينا في هذه التغطية مشاهدينا من لندن عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي حافظ كرمي، وعبر سكايب أيضا من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني أنس جواد، على أن ينضم إلينا أيضا من غزة الصحفي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي عبد الله الحمارنة. لعلي أبدأ معك أستاذ أنس، يعني بالنسبة للأوضاع في غزة مع استمرار القصف الجاري هناك، كيف ترى الأوضاع وإلى أين الأمور ذاهبة؟ نعم أخي الكريم، لعلي أسمعك جيدا، لكنك ذكرت أن الفلسطيني في قطاع غزة. وزير حرب دولة الاحتلال منذ اللحظات الأولى من صباح يوم السبت أمر بقطع الإمدادات والطعام والمياه والوقود والكهرباء عن قطاع غزة. الهدف هو إبقاء قطاع غزة تحت حصار كامل، ومنذ تلك اللحظة بدأت عمليات قصف مكثف للمدنيين الفلسطينيين وللشقق وللأبراج السكنية. الحالة تطورت منذ مساء أمس إلى استهداف أبراج سكنية كاملة واستهداف أسواق. قبل قليل تم استهداف سوق شعبي في منطقة جباليا. الأنباء الأولية تتحدث عن وجود 50 شهيد دفعة واحدة. هذه الليلة كانت ليلة دامية، حيث استشهد 31 فلسطينيا. حصيلة الشهداء بحسب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية بلغ أكثر من 543 شهيدا، منهم 91 طفلا و61 سيدة. أكثر من يعني قرابة 3000 مواطن أصيبوا بجراح مختلفة، منهم لا يقل عن 250 طفلا في هذه أو في عمليات القصف. الوضع في قطاع غزة بشكل عام صعب جدا على الوضع في الوضع الإنساني، كذلك في كل مناحي الحياة. هل من إحصائية دقيقة الآن لأعداد الضحايا، وهل هم يعني في طور الارتفاع حتى هذه اللحظة؟ أخي الكريم، هذا أمر صعب جدا، لأن قوات الاحتلال قامت بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها دون تحذير مسبق. عمليات الإنقاذ تتم ببطء شديد. الإحصائيات التي أعطيتك إياها 543 شهيد هي ما وصل المستشفيات، لكن هناك أعداد أيضا لا زالت موجودة تحت الأنقاض المباني. تتم يعني عمليات الحفر والإنقاذ بأدوات بسيطة وبدائية، مما يصعب عمليات الإنقاذ. هناك بعض من الناس الموجودين تحت الهدم لهم أكثر من 12 ساعة، والبعض قد يصل إلى أكثر من 20 ساعة. هؤلاء لا يمكن احتسابهم ضمن الإحصائيات التي تخرج. تقريبا كل ساعة هناك إحصائية، الإحصائيات بشكل متتالي تخرج للضحايا والجرحى. نعم، يعني بالنسبة للأهالي، الأهالي في القطاع كيف هو حالهم؟ كيف هي المعنويات؟ هل هم مستعدون لما هو قادم؟ كيف يتوقعون الأمور؟ والله جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسل تهديداته بشكل مستمر. الأهالي في قطاع غزة يوجد موجة من الفخر والعز والروح المعنوية العالية التي تحاول الصمود في وجه آلة الحرب الصهيونية التي تدار عليهم من 3 أيام، ويقوم الاحتلال بصب نيران أسلحته بكل أنواعها. دولة الاحتلال أعلنت عن أنها قامت بإنزال أكثر من 1000 طن من المتفجرات على رؤوس المدنيين في قطاع غزة. هناك أعداد هائلة من السكان نزحوا من منازلهم باتجاه، كما ظهر في تقريركم، باتجاه مدارس الأونروا. المدارس غير مجهزة، لا تستوعب أو غير مجهزة لاستقبال المدنيين. الأمر صعب، لكن الشعب الفلسطيني إن شاء الله سيصمد وتتمر هذه الأزمة على خير. نسأل الله السلامة للجميع. اللهم آمين. نعم، أنتقل إليك أستاذ أنس. يعني برأيك، كما يعني تفضل الأستاذ عبد الله، هناك 1000 طن من يعني المتفجرات التي أسقطت على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كيف ترى ردة الفعل من الاحتلال الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى؟ هل هناك ارتباك واضح
من قبل جيش الاحتلال أم أنه بدأ باستعادة يعني زمام المبادرة؟ حقيقة الارتباك كان هو عمال الموقف عند الكيان الصهيوني. بوغة الكيان الصهيوني بعملية على مستوى عالي من السرية، مستوى عالي من المفاجأة، على مستوى التوقيت وعلى مستوى الوقت، أداء عالي للمقاومة ولأفرادها، دخول عبر النظرين، دخول عبر البحر، دخول عبر الأرض، ممكن خايفين من الأنفاق، ضربات صاروخية، تجاوز راداراتهم، اعتقال وأسر المئات، فقدان المئات، مقتل المئات. هو حتى الآن يعني استمر إلى 6 إلى 8 ساعات لم يحرك ساكنا. الآن كان الصهيوني في حالة إرباك شديد، حاول قدر الإمكان أن يحقق نصرا مزعوما، يعني حتى يريح شعبه ويريح محللينه، عبر قصف المباني السكنية والأبراج وعبر استهداف منازل قيادات المقاومة التي أسفرت بطبيعة الحال عن عدد من الشهداء الفلسطينيين الذين كانوا في بيوتهم، حيث ألقيت القنابل والقذائف على بيوتهم وهم يقطنون فيها بشكل عشوائي. الآن كان الصهيوني يحاول أن يستدرك الموقف ويحاول أن يركز، حتى الآن هو مرتبك وواضح الارتباك، لا تظهر حتى الآن له أي خطة واضحة. يعني استعان بأمريكا واستعان يعني يهيئ المجتمع الدولي ليمرر جرائم يبدو أنها ستحدث. حتى الآن الفشل الاستخباري هو سيد الموقف عند الكيان الصهيوني، فشل ابتداء في تنبؤ أو معرفة ماذا سيحدث، فشل في التعامل السريع، والآن يفشل في ردة الفعل. يعني افترض جيش كما يزعم الاحتلال أنهم جيش كبير ومن أقوى الجيوش في المنطقة، بل أقوى جيش في المنطقة، والذي يسعى منذ عشرات السنين لأن يمتلك أفضل أنواع الأسلحة ويمتلك السطوة العسكرية والأمنية، لا يستطيع خلال يومين أن يقرر ماذا سيفعل. هناك مشكلة على مستوى يعني أعلن حالة الحرب، لم تعلن منذ 73، منذ حرب أكتوبر. قبل يومين كان يتفاخر أخي أدرعي بالحرب التي شنها، حرب 73، والتي كانت في بدايتها انتصار في معركة لمصر وتدخلت آنذاك سوريا، لكن سبحان الله جاء الرد من غزة المحاصرة من المقاومة الفلسطينية بمئات من المقاومين، نخبة القسام وهو الجيش الوطني، حقيقة الجيش الوطني للأمة لتحرير فلسطين. طيب تأثير هذه الناحية على الفلسطينيين وخاصة على الأداء المقاوم، خاصة أيضا يعني بعد النجاح عناصر المقاومة بالدخول إلى العمق الإسرائيلي وتحقيق يعني ضربة لربما لم تجري في إسرائيل منذ 50 عام، ما تأثير هذه العملية على معنويات الفلسطينيين وعلى معنويات المقاومين؟ الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه متفاخر ويعني يشعر بالنشوة، نشوة هذا الفرح، نشوة الانتصار التي لم يذقها الجيل، أجيالنا جميعا اللي ما بعد 70 لم تشعر بأي شيء من هذا الفرح، لم تشعر بهذا العزة. شعرت بالعزة في ثبات المقاومة في حروبها مع الكيان الصهيوني، في عملية نوعية في القدس أو عملية نوعية في 48، أو العمليات الاستشهادية التي شهدتها تل أبيب وغيرها من المدن المحتلة. لكن على شكل الحرب، على شكل المباغتة، على شكل الأخذ والرد، على شكل الأسر. أخي تم تشكيل لجنة لإحصاء عدد الأسرى، لجنة لإحصاء عدد الأسرى، الأسرى بالعشرات. تم يعني التنسيق، الشعب الفلسطيني عموم الشعب يعني الناس البسيطة ركضت لتحضر أسرى. أعمال فنية على مستوى تدمير آليات الكيان الصهيوني وحرقها بالبنزين. الشعب يشعر بفخر. أنا تواصلت مع أهلي في قطاع غزة وأسألهم
قال يا اخي احنا عاده كنا يكون في وضع حزن او ممكن لفقدان، الان هذا موجود الفقدان، لكن الناس تتفاخر وتسارع و يعني تتنافس فيما بينها مما نحقق شهداء، هذه معركه النصر حتى يعني هذا الامر اصبح موقع تندر على مواقع التواصل الاجتماعي، ان يذهب الفلسطيني وياتي باسير. يعني أستاذ حافظ، أنتقل إليك هنا بالسؤال عن عملية طوفان الأقصى. نجحت المقاومة الفلسطينية في الدخول في اليوم الثالث لهذه العملية، وهي لا زالت في أو ما تزال في العمق الإسرائيلي، تنفذ عمليات وعمليات اشتباك وإرباك لهذا الكيان. يعني ما هي المؤشرات المستنبطة مما يجري الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح أخي الكريم والإخوة جميعا المشاهدين والمشاهدات أن الذين المقاومون الذين خططوا لهذا العمل كانوا قد وضعوا خطة من عدة مراحل، وهذه الخطة بدأت بذلك الاقتحام الإبداعي، ذلك الاقتحام المدهش لكل خطوط الكيان الصهيوني، سواء كانت المادية أو السايبر أو غيرها من الخطوط والاتصالات وقطع الاتصالات، ومن ثم التشويش على التواصل ما بين القواعد العسكرية وبين القيادات، وبالتالي استطاعوا أن يعني يدخلوا إلى هذه القواعد ويحرروها ويأسروا جنودها بهذه الطريقة المبدعة، الطريقة المدهشة. ثم كان هناك واضح من خلال هذه التحركات، كان هناك وضوح في الخطة التي نستشفها من خلال التحركات الموجودة الآن، بأن تبقى مجموعات مقاتلة من المقاومة مجموعة موجودة في المناطق التي تم السيطرة عليها، من أجل أولا إشغال هذا العدو وعدم السماح له بتجميع قواته بحدود غزة، تأخير ما يمكن تأخيره من وقت في موضوع الاقتحام إذا كانوا أرادوا أن يقتحموا بريا، والواضح أن الذي يقتحم بريا هو قوات المقاومة وليست قوات الاحتلال، هي التي تذهب وتجيء. أمس واليوم نلاحظ أن قوات المقاومة تدخل إلى نقاط تشتبك مع هذا العدو، تأخذ أسرى، تعود بهم إلى غزة. نعم، هذه النقطة جدا مهمة، عمليات الاستبدال، أي أنه هناك إمكانية لدى المقاومة بالخروج والعودة إلى قطاع غزة. يعني هذا إلى ماذا يدلل أيضا؟ هذا يدلل على أن المقاومة تفرض سيطرتها على الأرض، واستطاعت بهذه الخطة المدهشة أن تقضي على كل وسائل الدفاع في الخط الدفاع الصهيوني على الحدود. هذا الذي كان يقرأ ويفهم ماذا كان يجري على الحدود وماذا فعلوا منذ عدة سنوات، بأنهم بنوا جدارا فولاذيا يتباهون به أمام العالم، مزود بالأجهزة الحساسة وبقرون الاستشعار وبغيرها، وهو من الفولاذ تحت الأرض وفوق الأرض، وكل هذه التقنيات وما توصل آخر ما توصل إليه العلم والأجهزة العسكرية في هذا الاتجاه، استطاعوا القضاء عليه في لحظات أو في عدة ساعات. الآن عندما قضي على هذه الحواجز وقضي على القيادة العسكرية لقطاع غزة الصهيونية، بحيث استطاعوا أن يدخلوا إلى القيادة وأن يدمروا هذه القيادة التي كانت تتحكم بغزة وتتحكم بكل التواصل مع من خلال المراقبة ومن خلال العملاء وغيرها، وقضوا على الجنود وعلى الضباط وأخذوا كثير منهم أسرى، استطاعوا أن يشلوا منظومة التفكير عند هذا الكيان. وبالتالي نرى كل هذا التخبط الموجود منذ قريب من 50 أو 55 ساعة حتى الآن،
كل ما يقوم به هذا الاحتلال هو عبارة عن هجمات شرسة على مدنيين عزل في الأسواق وفي المساجد من خلال آلة حربية متطورة لم تعد لمهاجمة الأسواق ولا المساجد، إنما أعدت لمهاجمة الجيوش وخطوط التحصين والدبابات والمدرعات الثقيلة. وهم الآن يحاولوا فقط أن يوحوا إلى شعبهم المنهزم والمنهار نفسيا أنهم يردون الصاع للفلسطينيين، لكن كل ذلك لن يغطي على الصورة الكبرى، صورة النصر التي حققتها المقاومة الفلسطينية وصورة الخذلان والإذلال التي ظهر بها جنود هذا الجيش الذي كان يدعي أنه لا يقهر. نعم أستاذ عبد الله، يعني الآن هناك عاجل يظهر على شاشتنا، تصاعد الدخان من مطار بن غوريون في الداخل المحتل بعد تعرضه لقصف صاروخي من قبل المقاومة الفلسطينية. يعني بهذا الشأن، برأيك الدعم الأمريكي ودعم الدولي للكيان الإسرائيلي إلى أي حد قادر أن يرفع من معنويات الداخل؟ هنا أتحدث معك يعني بصفتك متخصص في الشأن الإسرائيلي ومتابع لما يحدث في الداخل الإسرائيلي، إلى أي حد قادر هذا الدعم على رفع معنويات الجبهة الداخلية الإسرائيلية؟ على خبر عاجل ورد الآن عن الناطق العسكري باسم كتاب القسام أن هناك 4 من الأسرى الإسرائيليين قتلوا في قصف الليلة عندما نفذ العدو غارة على أحد البيوت كانوا موجودين مع عناصر للقسام. هذا تطور لافت جدا وقد حذرت منه بعض المصادر داخل دولة الاحتلال. بخصوص السؤال الذي سألته، أنا أعتقد أن ما قامت به الإدارة الأمريكية هو فقط دعم معنوي، بحيث أن كل ما أعلن لم يكن هناك شيء جدي، حتى شحنات السلاح التي وعد الاحتلال بها، معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من نقص في الذخائر بسبب الوضع القائم في روسيا وأوكرانيا، الصراع الدائر هناك. الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال مشوشة جدا. أنا يعني أقسم إلى الوضع هناك إلى قسمين، هناك قسم داخل الحكومة نفسها هناك لا يوجد اتفاق على شكل الرد ولا شكل المرحلة الحالية. كانت هناك مساء السبت جلسة عاصفة اتهم الوزراء بعضهم البعض بأشياء شخصية ومزاودات في المجال السياسي والتخبط في التعامل مع الحالة بشكل عام. أيضا القسم الثاني امتدت هذه المزاودات إلى خارج الحكومة، أطياف مختلفة من اليمين واليسار حاولت ابتزاز نتنياهو لتشكيل حكومة الطوارئ التي رفضها جميعا. أفيجدور ليبرمان عرض الدخول في الحكومة ووضع شروطه على نتنياهو، أيضا لابيد في اليسار عرض الدخول للحكومة وأيضا وضع شروطه لكن نتنياهو رفض وتمسك بالصهيونية الدينية سموتريتش وبينغفير. الوضع في الجبهة الداخلية في دولة الاحتلال مشوش جدا، لا يمكن توقع ماذا سيحدث. يقوم نتنياهو بمحاولة لترميم الوضع عبر إجراء اتصالات مع دول العالم ورؤساء وقنصليات بهدف ترويج نفسه. يعني طيب بالنسبة للخبر العاجل الذي أوردته بما يخص مقتل 4 من الأسرى بالقصف الإسرائيلي، إلى أي حد من الممكن أن يشكل هذا أو هذه التصرفات وهذا القصف الذي قد يودي بحياة الأسرى الإسرائيليين، إلى أي حد من الممكن أن يشكل عامل ضغط على الحكومة الإسرائيلية لعدم التصعيد؟ في المرحلة الحالية يدرك بعض السياسيين في دولة الاحتلال مدى حساسية هذا الملف. فمثلا الصهيونية الدينية سموتريتش وزير المالية دعا إلى تكثيف القصف بغض النظر حتى إذا قتل أسرى في قطاع غزة من تم أسرهم يوم السبت. هذا الملف حساس جدا، ثوي الأسرى قاموا بخطوات لترويج قضية أبنائهم الأسرى في قطاع غزة عبر إنشاء خطوط ساخنة للدعم النفسي وغيرها، نظرا لأن هذا يعني ملف
سيشكل عامل ضغط كبير على الحكومة، قد لا يكون في المرحلة الحالية بشكل كبير لوقف العدوان أو التصعيد، لكن في المرحلة القادمة سيجبر الاحتلال على إمضاء صفقة تبادل، حتى أن بعض الدول بدأت التدخل في هذه مثل مصر والسعودية وغيرها. وكالة شينخوا هذا اليوم كان هناك تسريب لها أن هناك ممكن أن يكون بدء لعملية تفاوض حول الأسرى كبار السن الذين تم أسرهم من غلاف غزة مقابل كبار السن الموجودين في سجون دولة الاحتلال، لكن لا يوجد هناك يعني أخبار مؤكدة نظرا للوضع الميداني والضغط الكبير. أيضا هناك نقل عن مصادر في حماس أن قطر تتوسط لإجراء صفقة، لكن أيضا يبقى الأمر في الإطار الإعلامي، لا يوجد مصدر رسمي صدر عن المقاومة يتحدث بهذا الأمر. نعم أستاذ أنس، أسألك في نفس هذا الموضوع في ملف الأسرى، إلى أي حد تبدو الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صح التعبير قادرة على تحمل فقدان هؤلاء الأسرى؟ هنا نتحدث ليس فقط عن أسرى من المستوطنين وإنما من كبار جنرالات الجيش الإسرائيلي، بعضهم يعني في مراتب عليا يعني أسرتهم المقاومة الفلسطينية. خزان المقاومة من الأسرى الآن إن شاء الله لن ينفذ، ولكن يعني بفضل الله المقاومة استطاعت أن تحرر أكثر من 1000 أسير فلسطيني بالمجند شليط، وهو مجند عادي. نحن نتحدث عن أسرى على مستوى كبير عسكريا، جنرالات، قيادات في لواء الجنوب، قيادات وضباط، نتحدث عن قيادات في من قيادات المستوطنين ومؤسسين المستوطنات. يعني أنا أتوقع الكيان الصهيوني طبعاً لن يردعوا ذلك من أن يقصف غزة، أو حتى هذا الخبر قد تكون المقاومة تريد أن تردع هذا الكيان الصهيوني حتى يتوقع، تريد أن تخلق حالة داخلية عنده، حالة ضغط شعبي. ومن المعلوم لدى الجميع أن الكيان الصهيوني صاحب قانون هانيبال، وهو قانون أنه نقتل الأسير قبل أن يصل في قبضة المقاومة حتى لا يكون لويا لذراعهم. لكن نعم، ولكن إنشاء هذا الكيان لهيئة لمتابعة شؤون الأسرى إلى أي حد لربما يدلل على عدم إقدامه على مثل هذه الخطوة هانيبال؟ هو فقط يعني هو تم لوي ذراعه بطبيعة الحال، فقد المبادرة. الآن اللعب على فكرة الضغط الداخلي عليه، الضغط الداخلي سيزيد من تشتت هذا الكيان الصهيوني، سيزيد من تشتت حكومته، سيضع نتنياهو في مأزق وفي زاوية ضيقة. أهالي هؤلاء الأربعة الذين قتلوا على يد الكيان نفسه يعني لن يسكتوا، وسيؤججوا حالة يعني داخلية عند الكيان الصهيوني وأهالي الأسرى الآخرين وأهالي المفقودين. نتحدث عن أكثر من 750 مفقود، 750 مفقود بتفاوت. يعني نتحدث عن حراك كبير داخلي عند الكيان الصهيوني سيزيد من تشتته ويضعف موقفه. حقيقة المقاومة أدارت فكرة الأسر وإدارة عملية الأسر سابقا وحاليا، وإن شاء الله في المستقبل بإذن الله سيتم تبييض السجون بالمخزون الفلسطيني لدى المقاومة بهؤلاء الأسر. أستاذ حافظ، الدعم الدولي وخاصة الأمريكي، هنا يعني أتوجه للأستاذ حافظ بالسؤال، حافظ كرمي، الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي إلى أي حد قادر على قلب المعادلة؟ أولاً يعني هذا الدعم الأمريكي وبشكل صلف
وعداء يعني واضح كأنه جزء من المعركة، هو ليس جديدا اليوم، ولكن هذه المرة يعني كان صريحا كما ذكرت وصلفا على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن. نعم، وكان في منذ بداية هذا الكيان، وإذا لاحظتم تصريح بايدن أنه يفتخر بأن أمريكا اعترفت بالكيان بعد 11 دقيقة من إعلانه، فمنذ ذلك الوقت وهو هذا الكيان هو ابن مدلل للغرب وبالذات للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا الدعم الآن كان في حرب 73، كان في الحروب التي تليها، في الحروب على غزة السابقة كان هذا الدعم موجود، والآن هذا الدعم كذلك في هذه المعركة التي أذلت فيها كيان الاحتلال إذلالا، حتى يعني ندي الجبين الحلفاء كما يقال، حلفاء هذا الكيان أصبحوا خجلة من أداء القوات التي كانوا يدعمونها طيلة هذا الوقت، وبالتالي هو لن يغير المعادلة على الأرض، لأن هذا الكيان لم يكن كيانا محتاجا لأسلحة، فهو مدجج بالأسلحة من كل الأنواع ومن أكثر الأنواع تطورا، وقد لا تكون قد وصلت إلى الجيش الأمريكي، تكون قد وصلت إلى الجيش الصهيوني، وبالتالي لم تكن القضية قضية أسلحة ولا قضية طائرات ولا دبابات، فكل هذه الجيش الصهيوني من رأسه إلى أخمص قدمي مي، لكن يبدو أن المعني بذلك بشكل أساسي هو محاولة أولا رفع معنويات هذا الكيان المنهار الآن على كل المستويات، سواء كان الأمنية أو السياسية أو حتى على المستوى داخل المجتمع الصهيوني، وثانيا هو محاولة للتحذير من أن تتدخل جبهات أخرى في القتال، وبالذات المعني بذلك الضفة الغربية، وقد أعلنوا عن ذلك، وكذلك جنوب لبنان أو غيرها من الجبهات، يريدوا أن يبثوا الرعب، هي عبارة عن حرب نفسية. هنا كان تشديد على أن مطالب يعني إسرائيل من أمريكا هو التعاون الاستخباراتي والدعم الاستخباراتي، هل فعلا تنقص إسرائيل مثل هذه يعني الاحتياجات الاستخباراتية؟ يعني بالأساس التعاون الاستخباراتي لا ينقطع بين إسرائيل وأمريكا وهناك دعم كامل، فلماذا يعني أعيد الإصرار على هذا المنحة؟ هذا شيء مخجل بالنسبة لهم، شيء مخجل أن هم الدولة اللي كان يدعون أنهم دولة متقدمة وأنهم في موضوع السايبر والهاي تك وغيرها من الأدوات، وأنهم يصنعون أدوات التجسس وعندهم من الوسائل، الآن لم يستطيعوا، لم بكل ما يملكوا لم يستطيعوا أن يأخذوا خبرا واحدا ولا أن يرصدوا نية من نوايا المقاومة بهذا الهجوم. يعني كلنا يتحدث، كنا في ذكرى يوم في رمضان، حرب رمضان عام 1973، أنهم بوغتوا، لكن كان هناك عندهم خبر من خلال بعض العملائهم من الزعماء أو بعض المعلومات الاستخباراتية أن هناك هجوما مصريا سوريا سيحدث، وحصلوا على المعلومات قبل 48 ساعة وحاولوا أن يعدوا، لم يعدوا إعدادا كاملا، لكن اليوم القضية مختلفة تماما، لم يحصلوا ولا على أي إنذار ولا على أي معلومة ولا على أي فهم لتحركات القسام وفصائل المقاومة عندما كانت قبل أيام تجري مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، وكانوا يظنون أن هذه المناورات هي عبارة عن استعراض للقوة، وكما كان يقول بعض محلليهم أنها محاولات استجلاب المال من قطر ومن غيرها من البلاد، هكذا كان يحلل كبار عسكريهم وكبار الأجهزة الأمنية عندهم، كانوا يحللون بهذا الاتجاه، لم يستطيعوا بكل أجهزتهم بكل رقابتهم، فهم يراقبون غزة 24 ساعة
وليس هناك موطئ قدم في غزة إلا ومراقب بالطائرات المسيرة وبالأجهزة الحديثة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأخذوا معلومة واحدة عن نية المقاومة. فماذا ستزيد لهم الأقمار الصناعية الأمريكية أو تزيد لهم الاستخبارات الأمريكية وهم الذين يسيطروا على غزة من حيث السيطرة التقنية والسيطرة الجوية والسيطرة في كل شيء من حيث المعلومات ومن حيث الرصد وغيرها؟ كل ذلك هو عبارة عن محاولة لرفع المعنويات ونشل المجتمع الصهيوني من الحالة الرهيبة التي وصل إليها في انخفاض المعنويات وفي الانهيار الداخلي. هذا هو المقصود. نعم. أستاذ عبد الله، يعني أسألك هنا بالنسبة لي، في حال قررت إسرائيل تطبيق هانيبال وهي قتل الأسرى وتصعيد القصف على قطاع غزة، ما الخيارات المتاحة أمام المقاومة الفلسطينية؟ على ماذا تعول بالضبط؟ هل تعول على انهيار الجبهة الداخلية الإسرائيلية؟ هل تعول على إطالة أمد هذه الحرب؟ أم على ماذا تعول؟ أولا أخي الكريم، دعني أوضح لك شيئا. إجراء هانيبال هو إجراء ميداني يتم أثناء التصعيدات أو المعارك، هو إجراء لا يشمل إذا يعني خروج الأسرى الإسرائيليين خارج مناطق خلينا نقول الصراع. لذلك الاحتلال الإسرائيلي، ولكن برغم من ذلك الاحتلال الإسرائيلي لن يتورع أن يقصف مواطنين في أي مكان حتى يتخلص من التكلفة التي قد يطالب بدفعها في مقابل تحرير أسرى فلسطينيين. المقاومة لها حسابات دقيقة في هذا المجال، تدير معركة إعلام ووعي وأمن على مستوى على جميع المستويات. أداروا قبل ذلك عمليات أسر منذ 7 سنوات في عام 2014 وقبلها في شليط منذ عام 2006 بكل اقتدار وجدارة، وأثبتوا فاعلية عالية للأطراف الدولية والأطراف التفاوض. المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحقق أهدافها دون تراجع وبثبات عالي. هذه ليست المرة الأولى، وستكرر المقاومة تجاربها حتى تبيض السجون كافة من الفلسطينيين في سجون الاحتلال. يعني فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار أو في إصدار قرار موحد بشأن الحرب الجارية في فلسطين، إلى أي حد من الممكن أن تستفيد منه حركة حماس والمقاومة الإسلامية؟ المقاومة الفلسطينية أنت تعلم ليس لها ذراع سياسية دولية، لكن السلطة الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني. لكن بشكل عام المقاومة الفلسطينية تستفيد من هذا الشكل السياسي بعدم الاتفاق، بأن هناك وجهات نظر أصبحت متباينة فيما يخص ما يحدث في غزة وخصوصا الحق الفلسطيني. الحق الفلسطيني أصبح هناك أطراف تؤمن بالحق الفلسطيني، خصوصا بعد الصراع الذي حدث بين روسيا وأوكرانيا وبروز بعض ملامح الحق الفلسطيني قبل فترة من يعني بوعي كبير أدى إلى اختلاف وجهات النظر على المستوى الدولي، وهذا أمر تستفيد منه المقاومة بأن هناك يصبح لها بعض الحلفاء بعض الداعمين للحق الفلسطيني. حتى من داخل الاحتلال هناك من طالب بإنهاء احتلال الشعب الفلسطيني. قبل قليل نشر أحد الكتاب الإسرائيليين في صحيفة هارتس مقالة تطالب بإنهاء الاحتلال، وأن سبب هذه الحرب التي حدثت طوفان الأقصى هو تجني دولة الاحتلال وتحكمها الواسع بحياة الشعب الفلسطيني والتواجد الكثيف في حقوق الشعب الفلسطيني وحرمانه من متطلبات الحياة وأبسط متطلبات الحياة. نعم، أتوجه بالسؤال هنا للأستاذ أنس. أستاذ أنس، يعني برأيك هذا يعني الدعم الدولي للكيان الصهيوني ولإسرائيل، يعني إلى أي حد لربما من الممكن أن تؤثر عليه حرب أوكرانيا أو الملف الأوكراني بشكل عام؟ تمام. يعني الدعم الدولي بشكل أساسي كما أشار الأستاذ حافظ، الكيان الصهيوني يمتلك
أعتى الأجهزة الأمنية وأعتى القوى العسكرية وامتلك القوة النوعية على مدار السنين. باختصار هو بحاجة إلى دعم مادي وإلى دعم معنوي وإلى تغطية لجرائمه. حقيقة الأمر واضح بالنسبة لنا، يعني هو ممكن أثر، لكن التأثير لن يكون هذا الأثر الكبير. التأثير الأكبر حقيقة، وهي كانت أحد أهداف المعركة التي انطلقت لأجلها، المعركة انطلقت لعدة أهداف. الهدف الأول دحر هذا الكيان الصهيوني والرد على الاعتداءات في المسجد الأقصى. الهدف الثاني تحرير أسرانا البواسل. الهدف الثالث إفشال التطبيع. حقيقة التطبيع وحبل الناس الممتد من الدول المحيطة، دولنا العربية والإسلامية، الدول التي مدت يدها للكيان الصهيوني، مدت يدها للشيطان وهي شريكة في كل جرائمه. هذه الدول التي تشارك الكيان الصهيوني في جرائمه يجب أن تتورع، ويجب أن تعود إلى حضن أمتها، إلى حضن القضية الفلسطينية، إلى حضن الحرية، وإلى حضن يعني كل صنوف الشعوب ترفض بشكل أو بآخر الاحتلال بكل أشكاله. لذلك حقيقة واجب، يعني إذا كانت المقاومة الفلسطينية تقوم بالنيابة عن كل الأمم، عن كل الشعوب، عن كل الأحرار في العالم بالدفاع عن فلسطين، آخر احتلال في العالم تدافع عن عزة وكرامة المسلمين، عن مسجدنا الأقصى المبارك، فعلى الأمة أن تقوم بواجبها برفع الكلفة على المطبعين، محاصرة الكيان الصهيوني في كل أماكنه. نعم، شكراً. أن تكون هناك في دول الطوق مسيرات من الشعوب العربية والإسلامية، في دول الطوق مسيرات تجاه الحدود. شكراً جزيلاً لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني أنس جواد، كما أشكره من لندن. كان ضيفنا أيضاً عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي حافظ كرمي، ومن غزة عبر الهاتف الصحفي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي عبد الله الحمارنة. أشكركم جزيل الشكر ضيوفنا الكرام.